قريت حاجه كده احمد زاهر، قلت انا هخليهم يبطلوا تمثيل لفتره طويله مش قليله. بالظبط الكلام ده مظبوط يعني؟ انا قلت كده فعلا. بس كل ما اجي اعمل القرار ده دي تقعد تعيط، وده لان مش عارف التمثيل في دمها، عايزه تمثل طول الوقت ومستعده تعمل اي حاجه وتنجح وتجيب اعلى مجموع وتعمل كل حاجه بس افضل امثل. بس انا وجهه نظري ان الفتره دي يعني يمكن كمان سنه او سنتين هتخش في سن المراهقه، الفتره بتاعت المراهقه دي لازم تبعد خالص عشان الناس حتى لو هي عايزه تكمل في المستقبل لازم الناس تنسى الطفله. يعني دي وجهه نظري. بس هم عمالين يزنوا، بس انا موقفهم بقالي سنتين دلوقتي علشان الدراسه ويعدوا الشهاده، طبعا دي اهم حاجه. عشان خايف عليهم طبعا مجتمعيا ولا خايف عليهم فنيا؟ لا خايف عليهم يعني حتى لو هي عايزه تكمل انا خايف عليها فنيا، لان في تجارب كتير جدا لاصدقائنا طبعا كانوا بيمثلوا من هم صغيرين، لما كبروا ما بقوش بيمثلوا، لان كل ما بيمثلوا الناس شايفه فيهم الطفل الصغير، فمش قادرين يقتنعوا ان ده بقى راجل وان دي بقت ست مادموازيل وبتاع. فانا شايف ان ده غلط، عشان كده قلت لازم في فتره معينه، هي فتره المراهقه دي لغايه لما تبقى مثلا 21 22 سنه بعد ما تتخرج من الجامعه، الفتره دي لازم تختفي بحيث انها ترجع بشكل بنت كبيره بقى. يعني ما يقعدوش يقولوا دي اللي كانت صغيره دي، لو فضلت تمثل في كل المراحل هيبقوا شايفينها في كل المراحل. وبعدين في فتره المراهقه دي ما بيبقاش الولد او البنت شكلهم حلو، بيبقى في تغيرات في الملامح بيبقى. يعني انا دي وجهه نظري، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، بس انا فكرت كده. مين اللي هيمشي كلامه يا ليلى؟ بابي طبعا. لا والله انا نقدر ليلى لؤم